شو حبيبي رايح؟ ما كنت. صباح الخير. صباح النور. صباح النور. لا بس كنت بدي صار وقت دوامي لانه حبيبي ما بدك تشرب قهوه؟ قهوه لا بشربها بالمديريه هلا تهريب. الله يصلحك، ليش ما فيقتني قبل بنص ساعه؟ اعمل لك فنجان قهوه بنشربه سوا. لك حبيبتي خلص هلا بدبر حالي بشربها هني. حبيبي شو بدك تتغدى اليوم؟ تغدى تغدى خلص انا بدخل عم شاجو اذا بتعشى. شو رايك بباذنجان محشي؟ باذنجان؟ اي طيب الباذنجان محشي منيح. هات. طيب بتطبخي برغل؟ حبيبي ما عندنا لا برغل ولا سمنه. مجدره؟ حبيبي عم اقول لك ما عندنا برغل، بتقلي تطبخي مجدره؟ اطبخيها برز. ما بحب برز، ما طيبه ما طيبه. خلص خلص لا تاكل هم انت، انا معي 500 ليره مصمطه بشتري فيها 3 كيلو باذنجان ونص كيلو لحمه. ساويهم 4 مشان يكفونا لبكره كمان. لك تكرم عيونك، وخمسه كمان ولا يهمك. ماشي يلا. ماشي حبيبي. يلا حبيبي. وين رايحة؟ وصلك على الباب. لك شو رايح على الحج؟ انا بدك توصليني على الباب. حرق عريشك شو هني؟ بدي وصلك حبيبي. لا ما بدي. ايه ما في تطلع الا رجلي على رجلك. اطلع لك من قلب الاوضة. اطلع لك من تحته لكوعك، اطلع لك من فوقه لبوعك، من فوقه لبوعك اطلع لك، من تحته لكوعك اطلع لك، من قلب ضلوعك اطلع لك، لك بدي روح لحق بدي اصل على المطار على الشغل. ايه يعني ما صار الا طلعتي وراي. هلا انت ليش متضايق؟ بدل ما تنبسط انه عندك مرة مرضية بدها تودعك؟ لك كماني منزعج ولا شيء بس يعني بلا بس بلا مس. يلا حبيبي يلا يلا. يا حرجة ليش انت عم تمشيني؟ لك عم وضعك مشان تروح على شغلك. لك انا وياها عم تحكي شو واقف على الخزان؟ ما بيقدر يروح على الشغل قبل ما يودع الست سعاد بنت شم الله الطامي. انا شو بدك؟ ما بدك تروح على الشغل؟ لا ما يريح حدا. شو بدك؟ ايه انت بدك تروح؟ يا سعاد. نعم امر. ما يؤمر عليك ظالم. بتعرفي تحفري باذنجان يا شاطره؟ شو نسيتي انه انا من حلب ام المحاشي والكباب؟ والنعم والسبع تنعام الحلبيه فعلا مشهورين بالمحاشي والكباب، بس انتي بالتحديد ما بعرف ليش هيك مبينه انك مو مدعوكه. جربيني. هو انا كنت جربتك بس بخاف تبعجيلي كم وحده. وكامل حبيبي ما بيحب الباذنجان مبعوج وطالع منه الرز. لك عم اقول لك انا شاطره، هاتي لشوف خليني اعور كم وحده والله ما بتشكن. لك يا حبيبتي بلاها بلاها، بخاف ايدك يسودوا. لك بغسلهم. هاتي يلا جربي لشوف. شوفي ها شو بيعملوا اول شيء؟ طلع هيك عندكم بحلا؟ نحن هي ما بنقيمها. خيتو نحن بنقيمها. شوفي اول شيء بيقيسوا قديش. ها؟ ايه لا مبينه مبينه شاطره ما شاء الله حولك، يلا كمليهم كلياتهم انا فايته اجليلي شيء. يلا ماني رايحه من هون لحتى تخلص حفر الباذنجانات كلياتهم. خليها خلي ايديها يتعبوا ويسودوا. اوخ دخلكم. اصبعتي خير خير خير. شو بك يا سعاد؟ يدي يدي جرحتها بالسكينة. شو بالدم علي ان شاء الله. قومي 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 حطي لها شوية من بركي بيقطع الدم، ولا اقول لك حطي لها ملح بكوية كوي ورجعي مشان تكملي يوم. يلا قومي. يا عيب الشوم منك يا سهومة، ما بقدر كمل باذنجانات، شايفة ايدي كلها دم كلها دم. الله يخليكي انتي كمليون وانا رايح احط لها سبيرتو مشان تتعقم، لاني اذا اجا كموله وشافك اصبعتي بيزعل. ايه ايه ويلي ويلي.
رشني رش. دكتور محاشي هي هذا الملك الله يسلم دياتكم. شو؟ الله يسلم دياتكم. لا حبيبي سلم دياتي إلي لحالي، بس الحق يقال سعاد كانت بدها تساعدني بس جرحت ايدها من اول بيت انجاناي يا حرام. اي بس انا بعرف اطبخ واطيب الطبخات كمان، بس شو بدي اساوي يا حبيبي؟ انجرحت ايدي بالصدفه. نعم من انو انا جرحت ايدي؟ من هون. بنعرف انك بتعرفي تطبخي، ليش انهقهرتي وتضايقتي؟ معلش حبيبتي بتصير، بتعرفي الطبخ اللي معنا ابو مهنا؟ هذيك اليوم عم يساوي تبوله، حط جرز البقدونس قدامه، نازل تعطيها بالسيل، طلب شواربه ما لقاه. بتصير يعني عادية ما تزعلي. بس عم توجعني. بعد في حمى. لا تخاف عليها، لا تخاف لا تخاف لا تخاف، جرحها بيلحم بسرعة. طبعا أنا صغيرة. الله لا يكبرك. مشان ما تتأهرم. إيه والله إيه والله. ربنا مدري شو بني في ما بعرف بشو بحس. قال له هي حبتين حي الله واستعملها شلون ما كان. ما قلت لك قديش عمو نبيل بضحك. لا قصدي يعني حكيك بضحك، حكيك بضحك. ايوه صلحها. ايه. عمودي صلحها. ايه بلا ما اقول لك عنزي. احكي لك نكته ثانيه؟ يا ريت. ايه لا مو هلا، هذيك النكته بس نكون لحالنا بحكي لك اياها. هلا بدك تحكي لي اياها؟ ايه هلا بحكي اياها. شو بكي انت؟ الو؟ الو؟ لا مو الي. هاي ناتاشا. دا ناتاشا كيف تي؟ هرشو؟ نينا وتبيه توجه عزمية لهي نكاشة تقعد معنا. دا ناتاشا شو تديليش؟ لك ايه قولي لها انا ببوري عم يشحر. مين سيديم سيتشاس في فرساي تزنايش كدية الريستوران؟ ايه فرساي الا نبيل شقت يابو السادس عشر عزمية. ايه عزمية خرشو دي شو معرفقات تجيبو؟ دي نينا دا خرشو جيوم فاس نجيب مع رفيقة الدفاش. ني نيتشو خرشو باي باي باي. من هدول؟ هدول رفيقتي نينا وناتاشا. نينا وناتاشا جيبيه ولا هو قاعدين لك جيبيه عم نروق شوي. قلت لهم ليكم جايين. هلا بتحلى جايين. اه لك خرشو. تفضلوا تفضلوا كلوا، انا ما راح اكل ليجوا. حلوة هي نكاشة. هلا حلية القعدة بوجودك. صفصار شبك بوزني. هلا انا عرفت ليش قاتل حالك على السهرات مع عماد. شفتي شو انبسطنا؟ راح يطقوا قلاويه من كتر ما ضحكنا. لسه بسهره بكره بننبسط اكثر. ليش كمان بكره في سهره؟ طبعا في سهره لكان يوصل دوره بالدفع. اعفي. شوف نبيل انا من هون ورايح هيك سهرات مع بنتي، لا انت بتدفع ولا هو عزمك عزيمة رديت له اياها انتهينا. وطي صوتك هلا لا تفهمين ولا ما عم بفهم شو اللي زعجك انت بهالسهرات، خايفي على الفرنجين اللي ربحناهم من التلفزيون؟ لا يهمك بكره بنبيع السياره وبتتعبى جودنا مصاري. لك الله بعدي اسمه بعت لنا المصاري مشان نتبهنك فيها مو مشان نطمرها تحت البلاطه. هالحكي انا موافقه عليه بس بنصرفه انا وياك الاولاد. يا حبي شو مالكي؟ يا حبي شو مالكي؟ ما كنت مفكرك هيك بتنسي امك؟ أنا وياكي بس والولاد؟ أمك بتنسيها؟ كم مرة صرت قايل لك هي أم؟ 44 مرة قلت لك هي أم ما بجوز تنسيها هيك. يا خسارة يا خسارة. هلا لا تفوت ببواب وتطلع من ببواب، أنا لسه ما خلصت كلامي. حتى لو ما خلصتي كلامك المعنى واضح، نسيتي أمك. هي أم 44 مرة قلت لك هي أم. أم لا تحكي معي بدي أم. شوف نبيل زبدة الكلام، هيك سهرات مع بنات ما بدي. إذا بتحبني بتلغيها. خلص صفصف لا بقى تحكي معي، ما قدرت اسمع صوتك، نسيتي أمك أنت. بدي نام أنا. شرفت الغائب مثلك بجيب هدية. كملت.